أمام الجمعية النسائية بصفاقس. الحمد لله على كل شيء، الحمد لله الانتصار هذايا. صحيح عملنا مجهود كبير، جمعية صفاقس جمعية كبيرة متحسة على البطولة، بما أن البطولة هربت علينا حطينا في قلوبنا جمعية تستحق تيتر السنة، خدمنا على أرواحنا سرتو جمعتنا الذومة، حطينا اليد في اليد، تحضرنا كما يلزم، قرينا مليح المنافس، والحمد لله ربي وفقنا، ومبروك علينا ومبروك على طبلبة. ما خليناهمش ياخذوا الفارق باش ما يهربوش علينا، خلينا ديما الفارق بونتو اثنين، ومن بعد احنا خذينا السكور اللي خلينا دوزامي طون نلعبوا مرتاحين اكثر، وركزنا لاخر دقيقه، والحمد لله ربي نصرنا ربي وربحنا.